ومن كورنوول جنوب غرب بريطانيا، حيث تعقد قمة مجموعة السبع، ينضم إلينا مراسلنا زاهر عمران. زاهر، قادة الدول السبع الكبرى إذن وجها لوجه لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، ومع ذلك كورونا يتصدر هذه المحادثات. لو تطلعنا أكثر على أجندة القمة في يومها الأول. بالفعل فعرح، وباء كورونا هو الحاضر الغائب عن هذه القمة التي ينظر إليها الكثيرين على أنها بادرة لعودة الدبلوماسية لتسير في مجراها الطبيعي بعد إلغاء النسخة السابقة من هذه القمة واقتصارها طبعا على انعقادها عبر دائرة الفيديو. لكن أيضا الكثير من القضايا الأخرى، بالإضافة إلى قضية اللقاح التي تحدث عنها تقرير الزميل عبد الرحيم، توجد على أجندة هذه الاجتماعات. قضية المناخ والتغير المناخي بالدرجة الأولى، التي تبدو بريطانيا متصدرة بقية الدول في اهتمامها بهذا الشأن، بالإضافة إلى قضية الأمن السبراني وقضايا الانتعاش الاقتصادي بعد فترة الوباء. لكن هنالك أيضا قضية البريكزيت والحدود الإيرلندية المرتبكة إن صح التعبير، والخلاف القائم بين بروكسل ولندن على خلفية اتهامات أوروبية للندن بإخلالها بالتزاماتها فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. حتى الآن عقدت بعض اللقاءات الثنائية بين جونسون ورئيس الوزراء الكندي، بين جونسون وكذلك البارحة شاهدنا جو بايدن، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الياباني. وأيضا الكتلة الأوروبية الموجودة هنا في كورنوول اجتمعت أيضا ربما بحثا عن موقف موحد من أجل طلب التدخل من بايدن في حل أزمة البريكزيت والحدود الإيرلندية. لكن هنالك في هذا اليوم ربما الاجتماعات ستكون أقل رسمية وأقل جدية إن صح التعبير، ستركز بالدرجة الأولى ربما على إذابة الجليد بين الدول الأوروبية وبريطانيا من خلال حفل استقبال ستقيمه الملكة في مشروع عدن إيدن بروجكت الذي يحتفي بالتنوع الطبيعي والبيئي، بالإضافة إلى حفل شواء مسائي ستشهده هذه السواحل في كورنوول. وبالتالي ينظر إلى هذا اليوم على أنه ربما بداية هذه الاجتماعات التي ينتظرها الكثير. زاهر، ماذا عن صدى هذه القمة في الشارع البريطاني؟ وأسأل هنا عن المظاهرات الموازية للاجتماع، لاجتماع قادة الدول السبع. نعم فرح، بالفعل يعني هنالك تململ كبير في الشارع، تشاؤم الشارع ربما لا يقل عن تفاؤل السياسيين بالعودة إلى الاجتماع وجها لوجه. الكثير من المظاهرات، آلاف البريطانيين تداعوا إلى شوارع كورنوول إلى عدة مناطق متجاوزين ربما توجيهات الشرطة المحتشدة بشكل كبير في كورنوول. أكثر من 5000 عنصر شرطة أضيفوا إلى 1500 عنصر آخر في هذه المنطقة لحماية الخليج الذي تقام فيه هذه الاجتماعات، وهي منطقة مغلقة أصلا، وتم تخصيص فقط مناطق معينة بعضها يبعد حوالي 100 ميل عن أو 100 ميل عفوا عن منطقة عقد المؤتمر. لكن المتظاهرين لم يستجيبوا لهذه ربما التضييقات من الشرطة وجالوا جميع شوارع كورنوول وتحديدا هذه المنطقة حيث نوجد فيها منطقة سانت إيفس التي تشهد عقد المؤتمر. كنا سجلنا أيضا فرح لكم جزءا من هذه المظاهرات التي جالت هذه الشوارع، فلنشاهد. آلاف من المتظاهرين تجمعوا هنا في كورنوول في جنوب الجزيرة الإنجليزية من أجل إيصال أصواتهم إلى المتجمعين على الطرف الآخر من هذا الساحل، هذا الساحل الذي يستضيف قمة مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الكبرى، والذي يحاول المجتمعون خلالها التصدي للكثير من التحديات التي يواجهها أو تواجهها دولهم. لكن الغضب الذي يعتري الشارع يتعلق أولا وبدرجة الأولى بالتغيرات المناخية التي يرى الكثيرون أن هذه الدول لا تقوم بما يجب القيام به من أجل الحد من الانبعاثات الحرارية، كما أن الغضب أيضا يمتد ليطال الديمقراطيات الغربية التي تقول بأنها ستتصدى لوباء كورونا من خلال طرح مزيد من اللقاحات. لكن الأصوات تعلو هنا كما تعلو أيضا في مناطق مختلفة في بريطانيا، تقول لم يكفي ولن يكفي ما يتم القيام به هنا.
شكرا لك زاهر على هذا التقرير. ورغم المظاهرات الموازية زاهر، هناك من قال من الخبراء بأن هذه القمة تشكل اختبارا لقدرة الغرب على أن يعني يستعيد وحدته. هل الأمر كذلك؟ يعني كمتابع عن كثب لهذه القمة، هل هؤلاء القادة، قادة المجموعة السبع، يتجهون فعلا إلى هذا الهدف؟ في واقع الحال فرح، هنالك تمييز يعني وفق المراقبين ووسائل الإعلام المحلية بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي. بايدن حضر إلى بريطانيا محملا برغبة كبيرة باستعادة الدور القيادي للولايات المتحدة الذي أفسده أو أفسدته حقبة ترامب، التي يعني كانت العلاقة خلال حقبته مع المملكة المتحدة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي توصف بأنها متزعزعة للغاية. لكن بايدن يريد إثبات أن الولايات المتحدة ما تزال قادرة على قيادة الجهود الدولية من أجل حل مشكلات طارئة على رأسها وباء كورونا. لكن في ذات الوقت هنالك انقسام أوروبي بريطاني واضح للعيان. تصريحات ماكرون التي سبقت حضوره، صمت أنجيلا ميركل، وكذلك التحفظ الإيطالي، كلها من شأنها أن تلقي ربما بعض الظلال على كلمة الوحدة الدولية في مواجهة كل هذه التحديات. لكن في ذات الوقت هنالك انتعاش أيضا للعلاقات البريطانية الأمريكية، على الأقل حتى الآن ووفق التصريحات المتحفظة التي ظهرت من الجانب البريطاني ومن الجانب الأمريكي، والتي تتعلق بالحديث عن علاقة خاصة وعلاقة تضامنية وعلاقة طويلة الأمد، وأيضا حديث عن ميثاق أطلسي. طبعا الميثاق الأطلسي هنا هو محاولة لاستعادة هذا الحلف المتماسك القوي جدا بين بريطانيا والولايات المتحدة، والذي تعود جذوره لعام 1941 حينما وقع تشرشل وروزفلت ميثاق الأطلسي الأول من أجل التصدي للنازية في أوروبا، والذي نتج عنه أو رسم ربما حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. بايدن يتطلع لأن يكون ربما بجولته الخارجية الأولى، بلقائه الأول مع زعماء الغرب سواء في أوروبا أو في بريطانيا، أن يكون حاملا لمشعل التغيير الدبلوماسي، ومن أجل البحث عن حلول لهذه القضايا على رأسها لقاحات كورونا. لكن التفاؤل الكبير لدى هؤلاء القادة والتصريحات التي تبدو في ظاهرها واعدة كثيرا تصطدم بحقائق كثيرة. هناك تعهد فقط بمنح 1 مليار لقاح للدول الفقيرة. اليوم أوكسفام تحدثت على أن الحاجة تتعلق ب10 مليارات لقاح، وبالتالي قالت بأنه ما لم يكن الجميع حول العالم آمنا من الوباء فلن يكون أي أحد، مهما كان اللقاحات التي يتم توزيعها على المستوى الوطني ستؤدي إلى أمان وطني. إذن هي رهانات كبيرة وتحديات كبيرة على قمة الدول السبع التي تنعقد لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن. شكرا جزيلا لك زاهر عمرين.